أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن من قبله من القرون من هو أشد
منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم.